عيد شيمو، عيد جمع كل المصريين من آلاف السنين. هو واحد من أقدم الاحتفالات والأعياد اللي لسه بيحتفل بيها المصريين، محافظين على طرق الاحتفال مهما طوروا فيها أو اتحدث شكلها. فبرغم تبدل العقائد اللي شافتها مصر من يهودية ومسيحية وإسلامية وتعدد الغزاة والمحتلين لها، إلا أن العيد ده فضل يقاوم كل محاولات كسر الهوية المصرية عبر الزمن، وتم اعتبار احتفال المصريين به دلالة على قوة الجذور اللي غرسها الأجداد، وإنها لسه بتطرح أغصان بتفتخر بانتمائها للطين المصري. شم النسيم، عيد رمزي لتجدد الحياة وبداية الخليقة، ده اللي اعتبر المصريين القدماء وقت احتفالهم به. مصر بتحتفل بعيد شم النسيم من أكتر من 4700 سنة، من قبل عهد الأسر تقريباً، وكان الاحتفال بيستمر لمدة موسم كامل مش يوم واحد بس. النيل والزراعة كانوا أهم حاجة في حياة المصري القديم، وعلشانهم اخترع التقويم وبدأ يقسم السنة لفصول، فقسمها لتلاتة، وهما فصل الفيضان واللي كان اسمه آخذ، والفصل التاني وهو فصل الإنبات واللي كان اسمه برت، وآخرهم كان فصل الحصاد واللي هو فصل شمو. الانقلاب الربيعي، كان الانقلاب الربيعي هو احتفال المصري القديم بالوقت اللي بتساوى فيه طول النهار بطول الليل، واسمه الفلكي الاعتدال الربيعي، وده تقريبا كان في المدة بين 21 مارس لحد 15 إبريل، وفي الوقت ده كان بيهدي المصري زوجته وردة في بداية اليوم، وبعدها ياخد أسرته ويتجمعه في الحقول والمنتزهات وبيكمل الورد معاهم للاحتفال. طريقة احتفال المصري القديم بعيد شم النسيم، البيض الملون. المصري القديم اعتبر البيض هو أصل الكون ورمز للتجدد وبداية خلق وأجيال جديدة، ومن هنا استخدموه في أنهم يكتبوا عليه أمنياتهم بالخط الهيروغليفي، ومن وقتها وتلوين البيض واحد من طرق الاحتفال بشم النسيم، بس غيرنا الكتابة وخليناها أشكال. مش بس كده، احنا كمان نقلناها لكل دول العالم. تاني شكل من أشكال الاحتفال هو الصحيان بدري، وده طبقاً للحكمة المصرية اللي بتقول إن الإنسان إن لم يستيقظ مبكراً في ذلك اليوم ليستقبل شروق الشمس ونسيم الصباح، فإنه يظل طوال العام يعاني من الخمول والكسل. واللي كمان لسه مكملة معانا في شم النسيم، إيه الريحة دي؟ طول ما انت ماشي في شوارع مصر وبتشم النسيم هتشم الفسيخ، واللي ريحته بالنسبة لك هتبقى حلوة قوي لو بتحبه، وصعبة قوي لو ما بتقدرش تاكله. حكاية الفسيخ برضو بدأت باحتفالات عيد شمو، وده لأنهم كانوا بيقدموا السمك المملح كنوع من تقديس نهر النيل، وأبدع المصري القديم في صناعة السمك المملح، وكان بيخصص لصناعته أماكن شبه الورش، وده اللي كان واضح من نقش في مقبرة الوزير رخ مي رع في عهد الأسرة الـ18، ده غير بردية أبرس الطبية اللي بتقول إن السمك المملح كان بيتوصف للوقاية والعلاج من أمراض حمى الربيع وضربات الشمس، وما كانش بيتقدم من غير الخس والبصل، كان من النباتات المقدسة وليه أهمية دوائية وروحية، وده اللي كان مكتوب في واحدة من البرديات اللي بتحكي إن أمير من أمراء مصر جاله مرض بداء غامض ملوش علاج في زمنه، لحد ما نصحه واحد من أطباء إنه يحط بصلة تحت راسه وهو نايم ويعلق أعواد بصل في كل مكان في أماكن القصر بهدف طرد الأرواح الشريرة. ومع شروق الشمس عصر بصلة وصب ميتها في مناخيره، واللي تعافى بعدها وخف من مرضه خلال فترة قصيرة جدا. كمان الطب الحديث أثبت قدرة البصل في علاج الأمراض الكتيرة وخاصة المتعلقة بالتنفس. أما الخس فاعتبروا ضرورة في المناسبة دي لدلالة رمزية وعقائدية بتربط نبات الخس بالإله مين، إله الخصوبة والتناسل. كمان قالت بردية إبرس الطبية إن الخس يعتبر علاج لأمراض الجهاز الهضمي، اتكحل نور عينيك. الكحل كان من عادات المصريين في اليوم ده، فكانوا حريصين جداً على رسم عينهم بالكحل ستات ورجالة، وده لحد دلوقتي بيحصل. وفي اعتقاد سائد إن اللي كحل عينه اليوم ده بينورها طول السنة، يعني بتشوف أحسن من غيرها اللي ما تكحلش، وده خدوا الدين المسيحي واعتبروا عادة في سبت النور ونقلوا كتير من المصريين. وتذكر إن في مصر القديمة أوزوريس نصح المصريين يتكحلوا في ليلة عيد شمو علشان تصح عينهم في السنة اللي بعدها ويشوفوه. شمو النسم، حصاد النبات، شم نسيم سعيد، وكل سنة وإحنا طيبين.